كحومة بدلت فهمتني مش كيف قبل. رقتها في 2008 روحت مشكلة غاديك فهمتني، كنت نعيش أنا واحدة مع بعضنا و... فهمتني صارت مشكلة غاديك، فكل الأوراق وهبتوني وخلطت علي لهنا وزادوا عملوها معايا التوينس على فكرة. حب نبعد من هنا خاطرني مانيش لقي راحت، ما نقعدش لهنا ما نقعدش حتى ما غير إيطاليا فهمتني، حتى نقولوا عندي فيها بروبليم مشكلة نمشي لبلاصة أخرى ما نقعدش لهنا. عسلامة. سلامة. أنت كمواطن تعيش في حي التضامن، تحكي لي على حي التضامن. حي التضامن أنا شنو باش نقول لك على حي التضامن، أنا نعيش فيها و لاباس لاباس. كحومة أحكي لي عليها كحومة معنا. إيه كحومة بدلت فهمتني مش كيف قبل. إيه تبدلت معنا. شنو الحاجات اللي تبدلت فيها الحومة؟ العباد برشا حاجات كما برشا حاجات تبدلت فيها كيفاش 10 سنين التالي فهمتني، ما كانتش فهمتني كي بدلت كومبليتوم ما ندريش حتى انا عايشين فيها نستنى في مده معينه فهمتني وباش نعاود نرجع غادي وين باش ترجع لايطاليا. انت حرقت لايطاليا؟ حرقت هاي في 2008. وعلاش روحت؟ روحت مشكلة غاديك فهمتني، كنت نعيش أنا واحدة مع بعضنا و... فهمتني صارت مشكلة غاديك، فكل الأوراق وهبتوني وخلطت علي لهنا وزادوا عملوها معايا التوينس على فكرة. كيفاش عملوها معك التوينس؟ أي الباسبور متاعي خبوهولي خبوهولي وأنا فهمتني هابط من غاديك ضيعوه في النفيذة. خلطت علي طفلة من إيطاليا من غاديك عملوا كي مدوا لي الباسبور بعد عامين بعد ما مشت فهمتني. بعد عامين ما رجعوا. من وقت هذاك. علاش رجعوا لك باسبورك بعد عامين؟ بعد عامين مدوه لي قالوا لي انت وهم اللي ضيعوه غاديك بعد عامين تصور الباسبور مدوه لي جتني جابت لي الوراق نتاعي انا لهنا باش نقدوها على اساس قنصليه فهمتني، وعاد قالوا لي الباسبور لازم كان بالباسبور، مشيت نحكي معاهم على الباسبور فهمتني. انت كنت باش تعرس معاه؟ اي كنت باش نعرس اي انا وياه فهمتني هنا في تونس فهمتني. وما نجمتوش تعرسوا غادي ولا لهنا؟ ما انا كي صارت مشكله هبطوني انا لهنا سي لازم هي تقلت فهمتني عليا لهنا من خاطر انا ما عادش نجم فهمتني نرجع كي الباسبور ما فماش يعني. المشكله صارت لك غادي مش مع الطفله اللي كنت تسكن معها، مع عبيد اخرى معينه؟ لا 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 الحكومه نتاعهم هم. فهمتك. وقتها في مور اوراق فهمتني، حتى الوراق نتاع حتى القنصليه زاد غاديكا في نتاع تونس غاديكا في ايطاليا ما عملوش معايا البيه، مشيت قدمت لهم فهمتني كل شيء وما مدوليش ما مدوليش باسبور فهمتني نتاعي ما مدوش. كان يخيروك ما بين حي التضامن وبلاصه اخرى شو تختار؟ هاي نبعد من هنا. تحب تبعد من هنا؟ اي نبعد من هنا. علاش تحب تبعد؟ نحب نبعد من هنا خاطرني مانيش لاقي راحت. ماهيش ستيل دو في نتاعك؟ لا 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 فيريتا في بلاصه اخرى خير. وانت توا معناها باش تعدي عامين هذوما وتعاود ترجع لايطاليا؟ قدرة الله. قدرة الله ما نقعدش لهنا ما نقعدش حتى ما غير ايطاليا فهمتني، حتى نقولوا عندي فيها بروبليم مشكل نمشي لبلاصه اخرى ما نقعدش لهنا. علاش ما تقعدش؟ ما نقعدش بوان خايب بالبلاصه. خايبه على الاخر شيء تونس خايبه على الاخر. شنو احكي لي علاش خايبه في نظرك انت؟ توا سامحني توا انا قبل فهمتني خليتها عهد بن علي فهمتني خليتها نوع فهمتني جيت نقيها هنا وحتى في قوانين في برشا حاجات في ما واحد ما ياخذولوش حقه بل كان ياخذولوه حقه في عهد بن علي فما الخير فما تو ما فما حد شيء تو زادوا وردونا فهمتني لهنا جابوا لنا انواع الشيخات الكل فهمتني وزادوا حطموها العباد لهنا تو اغلبيه شباب الحي يتكيفوا معناها ويكونسوميو ما اغلبيه الشباب الكل يكسومي لهنا اش تعمل؟ يكسومي لنا ها مغلبيت وكل
وهذه حاجة سلبية لل معني للمنطقة. هم يعيشوا بها باش كيفاش باش نقول لك باش يلهوا رواحهم باش ينسوا رواحهم فهمني. ينسوا رواحهم فيش؟ ها؟ ينسوا رواحهم بالشيخ. اي فيش فيش شنو الحاجة اللي يخلي معني ينسوها بالشيخ؟ كيما مثلا؟ كيما قلت لك الوضع تقول الوضع صحيح. الوضع هو اللي فهم لهنا راهو الشباب الكل لهنا كله يحب يخرج راه كلها يحب يخرج كل انا فهمني فما شيء لهنا